بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبر يا اخوانا بتاع نصرانية في مقابر المسلمين، مقابر الرميلة في الجهة الجنوبية من مقابر الرميلة، إلى درجة إنه الزول أخذ راحته بالكامل وبنى القبر وعمل الصبة، وده باقي صب عقد باقي مونته يا هدي، والله المستعان عليه التكلان. ماتت الغيرة في قلوب كثير من المسلمين على حدود الله وعلى حرمات المسلمين. يعني هذا الميت يؤذي المسلمين في هذه المقبرة بعذابه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وداك مجمع الرواد السكني كما هو موضح في السورة، المقابر للمسلمين. العجيب والغريب كثير من المسلمين يقول لك الموضوع عادي وما فيه حاجة، بما انه انسان وضر المسلمين بشنو؟ بيضرهم بعذابه اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه يؤذي المسلمين بعذابه ومنتن حقيقة كما هو موضح الصليب يا اخواننا. وزن الله المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن من هنا بناشد سكان الرميلة وسكان مجمع الرواد السكني والمسلمين في كل مكان، في كل مكان يا اخوان، لانه لابد يكون في غيرة على اعراضنا وعلى حرمات الله وعلى دين الله. وين الغيرة يا اخوان؟ الان ما في نصراني بيرضى انه يدفن معه مسلم في مقابرهم. الله المستعان، بس ما عارف ان اقول شنو، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.